للحديث أكثر حول جلسة المحادثات المشتركة مع رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، معنا عبر الهاتف من واشنطن سعادة النائب الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب. سعادة النائب بعد التحية، طبعا ما هي أبرز أو استعرض لنا ما هي أهم مجريات جلسة المباحثات المشتركة والمنعقدة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تم الصباح اليوم في مقر مجلس النواب الأمريكي بالعاصمة واشنطن وبرئاسة السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني والوفد المرافق، وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد جلسة مباحثات مع رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي سعادة النائب آدم سميث. وتم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مثل أهمية المحافظة على العلاقات البحرينية الأمريكية وتطويرها بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين، إضافة لبحث التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بشأن التشريعات المرتبطة بتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة العنف والتطرف، وتأكيدا للشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التبادل التجاري والاقتصادي، وأهمية تفعيل المعاهدات والاتفاقيات المشتركة في هذا المجال واستقطاب المستثمرين الأمريكان للسوق البحريني. وبدوره أشاد سعادة النائب آدم سميث خلال اللقاء بمكانة مملكة البحرين التي تعد من أبرز الدول الصديقة في ظل ما يجمع البلدين من تحالفات متميزة وعريقة في عدة مجالات. وشكرا سعادة النائب الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.